لو خلقي ضيق ومش طايق نفسي اغلب الوقت، بصحى من النوم بتخانق مع دبان وشي، احتمال كبير يكون السبب هو شعوري بالذنب المستمر او احساسي بالذنب الوهمي، لان مشاعر الذنب بتبقى حمل تقيل على النفس، شيله تقيله فوق اكتافي معطله النمو بتاعي، معصباني ومخلياني مش طايق حد ولا طايق نفسي. ساعتها بحتاج الخطوات البسيطه دي. 1، بسال نفسي حاسس بايه؟ لو لقيت اجابتي فعلا فيها احساس بالذنب، يبقى 2، ليه؟ هنا بعرف وحدد سبب شعوري بالذنب. 3، بسأل نفسي هو الذنب ده حقيقي true guilt ولا false guilt، ذنب وهمي مزيف. لو طلع الذنب حقيقي بسبب خطية أو تقصير أو مشكلة أنا قصدها، يبقى لازم أتوب وأحاول بكل طاقتي ما أعملش كده تاني وأغفر لنفسي زي ما ربنا بيغفر لي. لكن لو طلع ذنب وهمي، خبطت واحد بدون قصدي وتعور، مش مركزة النهاردة بسبب البيريود واليوم كله ضاع مني غصب عني مثلا، بنلعب كورة واتخبطت في واحد صاحبي أنا سليم لكن هو اتصاب وعمل عملية في ركبته، يبقى محتاج أقول لنفسي إن ده ذنب وهمي مش حقيقي ومش هتحاسب عليه. لازم أعالج إحساسي بالذنب علشان أرتاح وأفرح.